اذا سي عبد الرحمن صراحه غادي تحيد هاد كورونا ان شاء الله، وغادي ما حنا غادي نرحبوا بك ان شاء الله في ميد راديو. هذا شرف كبير لينا ان شاء الله تجي تحضر معنا في شي حلقه هنا في البلاطو. اذا سي عبد الرحمن انا بغيت، لان حنا دابا في فمزقيد ما غاديش نخرجوا على فمزقيد، وبغينا استاذ نمشيو، لان انت كخبير خبير كبير وعالم كبير. اذا دابا الاخوان ربما راك سمعتيهم كنهضروا حنا بزاف، هضرنا على السياحه لان كاين الواحاتيه، كاين الفولكلور، كاين بزاف ديال المسائل، ولكن كاين واحد السياحه الجيولوجيه هي اللي يمكن كنقول انا راها قبله ومهمه الناس اللي تيبغيو الطبيعه، لان اللي تيبغي الطبيعه، ولكن بالخصوص الناس اللي تيبغيو تنقولوا هذه السياحه الجيولوجيه، لان كاين فيها الباحث والمهتم وكاين حتى العادي. اذا استاذ، غير هذه السياحه الجيولوجيه انت في نظرك مثلا فمزقيد استاذ، غير مثلا بعض الاقتراحات، لان باش نديروا مثلا السياحه الجيولوجيه، لان السياحه الجيولوجيه راه خصها بعدا اولا خص تخطيط، خص بعدا مفهوم ديالها، خص التخطيط، خص بزاف ديال العوامل اللي خصنا نبنيو عليها هذه السياحه الجيولوجيه. تفضل سيدي عبد الرحمن. شكرا على هذا السؤال. نعم. مهم جدا، مهم جدا. وكما قلتي حنا غنتكونسطروا على فم مزقيد، ولكن هو كيتمشى كاع على المناطق الصحراويه. نعم. الصحراويه عندها تقريبا نفس الطبيعه الجيولوجيه. نعم. كتختلف غير هي كتبقى زعما ماشي فيها نباتات بزاف. نعم. دابا الاوروبيين داكشي عندهم نباتات بزاف، وداكشي باش تيعيهم هذاك الخضريه، لان كتعيش فيها وكتكبر فيها. نعم. فاش كيجيو الصحراء كيلقى واحد انفتاح، كيلقى واحد سميتو. وما تنساش بان ماشي غير انا اللي قلتها، قالوا علماء كبار ديال خارج على الوطن، بان المغرب جنه باحثين جيولوجيا، جنه جيولوجيا. نعم. ديال المغرب. نعم. المغرب هو كتاب ديال الجيولوجيا مفتوح. نعم. كما قلت لك ما عندناش النباتات بزاف في هذا الصحراء وهذا، دونك كلشي باين. نعم. انا كتقرا شي كتاب. نعم. غير دابا فم مزقيد ولا بحال قلتي جبل باني ولا كتشوف هذوك لي ستركتور تاع سمح الله بلي متني الارض كتتنى. أنواع كثيرة، هذيك دراسات كثار. إذا كيدوز السائح كيشوف كيبان ليه الأرض كانت نية بحال هكاك، ولكن ما كاينش يشرح ليه. إذا غنطلق من هذه النقطة. الإخوان اللي في مزقي في جامعة ابن زهر، لا في كلية الآداب ولا في كلية العلوم، عندنا مسالك سميتها جيوتوريزم. نعم. سياحة جيولوجية. سياحة جيولوجية. إذا ما عندنا طلبة كي شنو نقول زعما ما تيخدموش. بزاف ما تيخدموش. نعم. ولو كيهربوا من هالطلبه لان ما تيلقاوش فين يخدموا. انا عندي واخا كيتخرجوا استاذ ما تيلقاوش فين. هذا هو الاشكال استاذ. المسؤولين على السياحه سورتو السياحه لهاد نسميوها القرويه او الجبليه. نعم. ماشي باقي ما وصلوش باش يواكبوا العالم بان اي حاجه خصها تكون دراسه. الله يعطيك الصحه. ماشي غير نجي ونحل البازار ولا غير نجي ونبيع المستحدثات. وصافي كلمه استاتات وما عارفش شنو هما، ما عارفش. اذا مشاو خص ديما تكون دراسه اوليه، ودراسه راه دابا اللي كيداروا فابور. اذا جا الجامعه وقلت مع استاذ غير جوج مرات ولا ثلاث مرات ولا جوج نص نهارات غيفسر لي شي حوايج ما غاديش يدير. اذا كاين واحد العزوف ديال هاد الناس هادو، هذا ما كيجيوش عندنا نهائيا. نعم. عندنا حنا الطلبه ديالنا، انا طالب عندي، انا خدم على دار الماستر على جيوتوريزم. نعم. بنا على ايميشيل، منطقه ايميشيل. الله يرحمه. انا خدام في العيون في وزاره الصيد البحري. عجيب. عطيت غير مثال. اذا هذا ما الكلاسي، هذا كون يشدوا شي جهه ولا بحال سميتو غادي يوريهم، لان كتكون كما قلت لك دراسه، ودراسه مهمه. نطلقوا كما قلت من السؤال ديال الجيولوجي. الجيولوجي دابا اليونسكو من الاجتماع ديال باريس من 1972 دارت هاد دي زون جيولوجيك كيسموا دينيش، لانه اي بلاصه فيها شي حوايج قلال، دونك المغرب غني بهذاك، غني بالجيولوجي، ما غاديش نبقى كل مره نقولها. وتيكون عندهم واحد الفالور سيونتيفيك، تيكون عندهم مهم علميا. ياك اذا كاين هذه النقطه هذه، دوك الناس ما تيواكبوش العلماء، دابا تيكتبوا مقالات علميه بان درنا اكتشاف هنا، درنا اكتشاف هنا، وصحاب السياسه ما كيستغلوش هذا، لان العالم ما تيكونش عنده الوقت. نعم. تكونش عنده الوقت، عنده الطلبة، عنده قراية، عنده هذه كيلقى شي حوايج كيديرهم. عندنا هذا نقص في المغرب، كنديروه في مقالات علمية، وقليل دابا ولاو بحالكم دابا وشي صحفيين اخرين كيحاولوا يجبدوا هاد الشيء اللي تلقى العلماء ويعطيوه للعامة. نعم. وهذاك الشيء هو المهم عندنا. إذا لقيتي غير شي حاجة
كما نقول لك عطيك غير مثال داير عندنا مثال ياك عندنا الوقت اش مستطاع. لا لا تفضل استاذ الله يودي راه الوقت كله ديالك استاذ مرحبا. حاجه هو الامثله عندنا متحف جامعي النيازك ياك نعم متحف جامعي تابع للجامعه هذا ديال اكادير استاذ ياك ديال اكادير غير باش يعرفوا الناس حتى اللي يبغى يزور ولا شي حاجه ان شاء الله. عندنا العمال بزاف اللي تعامل ديال طاطا عندنا مؤخرا عامل ديال طاطا مؤخرا وعندهم حتى هما مشروع سميتو غير نعطيك مثال درنا فيه النيازك نيازك انواع وكيجيو الناس كيجيو سورتو كيجيو بزاف السياحه الداخليه حتى السياحه الخارجيه لانه اللي عايشه شويه صعيب على السياحه الخارجيه دابا تنحاولوا نفكروا نخرجوه. نعم فبداو الناس كيجيو تقريبا دابا العام الرابع هذا غير بدا كينقص شويه الزوار لان سي نورمال في الاول ما كنحكوش راسنا عرفتي راه ما كنرجعوا الناس بزاف اكتشفنا واحد نقص سخريه نقص تقريبا لقيناها في نواحي ديال الصويره وفيها بان شي حجره كطيح من السماء. عجيب جبنا المتحف وحيا المتحف عاوتاني من جهه اخرى. عجيب وهذه درنا عليها مقالات علميه وقلنا هادو خصهم يمشيو للمتحف. نعم وحطيناهم في المتحف وتحيات عاوتاني كل شيء الطلبه والتلاميذ التلاميذ ديال البريفي وديال سبيتو والسواح تيجيو شايفين المتحف وكيرجعوا يشوفوه عاوتاني ويعاودوا يشوفوا معها هذاك الاكتشاف الجديد. اذا هو سياحه هكا سياحه لانها كي هي انسان كيجي يشوف الجبل هذا العام والعام الجاي غير جاي يشوف عاوتاني الجبل وما تيلقاش شي انشطه بحال استاذ دابا ملي ركزتي ما قطعت كلامك لان واحد الحاجه اللي هي جد مهمه استاذ وانت كتخدم عليها بزاف والله يعطيك الصحه وكنتمنى السي عبد الرحمن ايبهي ان شاء الله باش يخلي البصمه ديالو في المغرب كامل. علاش؟ لان السي عبد الرحمن ايبهي هذا العالم المقتدر هذا العالم انا ما انا كان وقفت صراحه لان انا كنعرفك بزاف وتنعرف السي عبد الرحمن والتواضع ديالو والعلم ديالو زعما ما شاء الله. مصطفى عبد الكريم عندنا في الجامعات المغربيه عندنا علماء دابا تنقولوا علماء بالعربيه كتجي شويه صعيبه عالم كنقولوا سنتيف كانسي كتجي سهله كتجي لكن استاذ راك انا استضفتهم بزاف استاذ راه استضفتهم السي مصطفى انا كنتحرج تقول لي عالم لا غنقول سيدي غنقولوا على السي عبد الرحمن عندنا بزاف الباحثين نعم تبارك الله كفاءات عاليه. شنو النقص عندنا هو الانفتاح على الحياه العامه وعلى الناس ما عندناش عندنا حنا تنكتبوا المقالات ديالنا تنخليهم تما وقليتي بحال حتى يحشموا بحال ما فيش حتى الدوره فيه. استاذ ما قطعت كلامك استاذ دابا حتى الاعلاميين حنا الاعلاميين كلشي الله يعطيهم الصحه حنا بحال دابا هاد الناس اللي خصهم يبداو يتعرفوا بزاف وانا غادي نقول واحد شي حاجه اللي كتعجبني لان كنقولوا النجوم كاينين النجوم كاينين ديال الكره كاينين ديال الفن ولكن راه انتوما نجوم راه نجوم راه انتوما هما راه انتوما نجوم صراحه لان هادو هما النجوم صراحه كاين نجوم ديال الفن كاين ديال الكره كاين ديال هذا ولكن هاد الباحثين راه حتى هما نجوم ومره مره تكون واحد الفقره اللي غادي نقولوا حنا مع النجوم. النجوم هما هاد العلماء الكبار تبارك الله اللي تيقريو تيكونوا. غادي نرجع معك استاذ غير المتحف لان انت كتخدم على المتاحف بزاف لان تنعرفوا ان المتاحف الهدف ديالها الاساسي هو كنحافظوا على التراث مثلا ديالنا هي اللي كيجسد لينا ديك الثقافه ديال الماضي وكنشوفوها بواحد الصوره مرئيه. علاش؟ باش كتبقى في الذهن ديالنا. والمتحف الاهميه استاذ انت راه غتعرف اكثر مني لان المتحف واخا الواحد يقرا شحال من كتاب لان ملي كتشوف المتحف شنو لان داك الشيء كيبقى لاصق في ذهنك واكثر ملي كيكون شي متحف افتراضي كتشوف شي حاجه كتحرك استاذ كتشوفها كتحرك. انا شفت غير في بعض الوطائع كنشوف مثلا المتاحف ديال دوك القرى المنجميه وهذه راه هضره اخرى. حنا دابا في المغرب عندنا بزاف ديال القرى المنجميه استاذ وما غير مستغله بحال المنطقه ديال بحال احولي احولي دابا تسدات المنطقه ديال احولي ولكن علاش ما تفتحش هذيك احولي ودار واحد المتحف استاذ. نعم مصطفى عبد الكريم كاينه دكتوره ديال صديق ديالي معايا في الشعبه طالب الدكتوراه على هاد السياحه ديال المناجم ديال المناجم دار دكتوراه شنو هي دكتوراه؟ نعم زعما كاع ديك الخبايا ديال السياحه غادي تكون فيها ولكن ما كاينش اذن صاغيه. نعم تحت العنوان انا في المتحف الجامعي لقيني بزاف مع المسؤولين وعندنا اكراهات اخرى. نعم كاين اكراهات بزاف. اذا خصنا الناس بحال دابا ندويو على فوق مسجد الناس ديال فوق مسجد كاينين جوج طرق. نعم كاين طريق بان نخدموا اغوندي شاش حاجه كبيره هذه كتخدم معنا وزاره الطاقه وتخدم معنا ندويو على الجيولوجيا خدم معنا وزارة الثقافة خدم معنا ولكن كاينين ابتيتيشال هما هاد المتاحف الصغيرة بحال هاد المتحف اللي كندوي عليه دابا ديال نيازك راه متحف صغير تقريبا 150 متر ولكن مهم جدا. علاش؟ لأن فاش كنحط نيازك سي مصطفى راه غير حجرة كحلة هي فيها فعلا ولكن القيمة العلمية ديالها بزاف
هذاك السيد اللي غادي يوقف ويشرح لك هو خصو يكون مكون مزيان. ما تقدرش تمشي تحرك من حداه ويبسط لك ويكون يبسط. تماما تبسيط. دابا ملي غادي يجي مثلا السائح العادي خصني نبسطوا ليه ما نعطيوش المصطلحات العلميه بزاف. تماما تماما. فهاد المنطقه ديال كما قلت لك ديال فم زكيد وندوح لفم زكيد وكاع المناطق ديالها عندهم واحد الثقافه هي بيع وشري. كيلقاو تحس بحال منهم الميتيوريت بحال منهم الصخور النقوش الصخريه بحال منهم المستحدث كيبيعوهم صافي. خديتي واحد بعتي بحال بعتي الثقافه ديالك خديتي واحد القدر ديال الفلوس ومشى داك الشيء صافي. انا لا انا تنقول يكون متحف غادي يبقى خدام عليك وعلى ولادك فعلا وغادي يبقى الاجيال القادمه سيدي عبد الرحمن القديمه لانه هو داك المتحف اذا ما كبرش ما غيصغرش. نعم. إذا كانت زعما إرادة وعائلة بغات تتبعو ويكون واحد كونسيرفاتور زعما أمين ماشي اللي يبيع ويشري يكون عنده داكشي غادي يبقى تكون عنده واحد السيناريو ديالو يبقى ديما كيتزاد. نعم. لأن المتاحف الكبرى الكبيرة كاع المتحف بريتش ميزيوم هو أكبر ميزيوم شتي أنا ولا ميزيوم. نعم. غير الملك ديالو ذاك الوقت كيجمع حجرة بحجرة بحجرة كيما كانت حجرة زوينة كيجمعها. نعم. في الأخرى داروا متحف داروا إنسان وبدا دابا راه ولا قصر كبير ديال الملك كل عامر غير بسميتو داكشي ديال الجيولوجي وديال ديال الفلك ديال سميتو. اذا كنبداو صغار انا اش نقول نخدموا جوج طرق. نعم. طريقه نخدموا حاجه كبيره دونك غتخدم السيد العامل وزاره الثقافه وداكشي باش كما قال الاخ قال لك خصهم يديروا لهم واحد السونتر ديال مركز الاستقبال مثلا مركز استقبال سياحي ونبداو المتاحف متحف ديال كل اللي حاربوا في المغرب باش كنسميوه متحف ديال دوك اللي الناس ناضلو المتحف ديال النيازك صغير. نعم. انا خدمت في المتحف ديال اللوفا خدمت فيه 4 سنين هذه في فرنسا أستاذ فرنسا خدمت فيه 4 سنين وأنا خدام فيه تندير تنعاون نهار السبت والحد والأعياد كنعاون الأخرين كيخدموا في المتحف. نعم.